كتير جدا، تخصصات كتير قوي. هو يعني بص ممكن تلاقي عظام، اربطه، واحد اغمى عليه، واحد كسر في المناخير، مش طبعًا عارف فتح، طبعًا طبعًا جرح في الـ في الـ في الدماغ، حاجات كتيره جدا. هو بص على فكره الدكتور بتاع الملعب ده بيبقى الموضوع عنده صعب مش سهل. ايوه ليه؟ لان انت بتنزل الكوتش بره والجمهور طالب منك انك تدي قرار في دقيقه على طول بالكتير، دقيقه دقيقه ونص. اللعيب ده مشكلته ايه؟ لو ما كنتش انت هيكمل مش هيكمل، هيكمل مش هيكمل، صح. حالته ما كنتش هتاخد الرد الفعل الصح او الاكشن المظبوط، بتبقى فيه خطوره طبعا على اللاعب وبيأثر على التيم ككل. يعني انا افتكر مره كنا في اللعب، انا كنت ماسك منتخب البحرين في 2004 في بطوله اسيا في الصين، والبحرين واليابان واحنا كسبانين 2-1 وخلاص الماتش قرب يخلص دقيقه ونص، اللعيب السيرد باك وقع، عقبال انا ما رحت له وباخده بره بشوف فيه ايه دخل فينا جون. انه سيرد باك، فعشان أيوة كده لعبت ناقص بالظبط. وطبعا احيانا اللعيبه ما بتساعدكش، يعني المفروض اللعيب يبقى واخد قراره بره، بيقول هيقدر مش هيقدر، يجي يقول لك خلاص انا واقف واقف مكانه، يعني ايه غير وما بيخرجش بره الملعب. أيوة. اللي بتاخده بره الملعب دخل مكانك ايه جون، وغلبنا 3-2 وخدنا مركز رابع ساعتها يعني. أيوة. فدي من الحاجات برضو المهمه ان الدكتور بيبقى مطلوب منه، وحاجه مش سهله يعني، وبالذات انت بتبقى في الملعب وبتلاقي المدرب ايه هيعمل ايه، هيكمل مش هتكمل، انت لازم منك القرار السريع. طيب سريعا كده، بقى في اجهزه طب رياضي حديثه دلوقتي بتساعد على سرعه الشفاء والتاهيل والعوده للملاعب، في دلوقتي اجهزه حديثه فمصر بقى عندنا في عندنا الحقيقه. بس انا يعني عايز بس اقول حته مهمه جدا، احنا دلوقتي شايف ان الدوله بالذات الدكتور اشرف صبحي يعني شغال كويس قوي في حته التسويق الرياضي. انت شفت المؤتمر اللي كان معمول والاكسبو والحاجات ديت، وانا ايه يعني عاجبني تفكيره صراحه في الموضوع ده. لازم الدور، لازم الطب الرياضي ياخد دوره في الحته ديت. احنا عندنا لازم تبقى مراكز متخصصه على مستوى عالي زي الاسباير والشاسباير وفي حتت كتير جدا. وعلى فكره هي من الحاجات اللي بتكسب كويس قوي. فاحنا لو اهتمينا بالموضوع دوت، واحنا عندنا حتت كويسه، مستشفى الطب الرياضي، عندنا مركز المنتخبات، لو اتعمل فيه مراكز متخصصه للطب الرياضي هتجذب السياحه الرياضيه اكتر. يبقى انت عندك الملاعب عندك وتتقعد والفنادق وعندك العلاج، صح. هتبقى حاجه مهمه جدا يعني. طيب اخر حاجه بقى، عايز اطمن على المنتخب الاولمبي، حضرتك يعني طبيب المنتخب الاولمبي وعندنا ماتشين مهمين مع زامبيا، طمنا كده قول لنا الاستعدادات ايه لماتشين زامبيا ان شاء الله. ان شاء الله الدنيا، احنا عندنا معسكر من يوم 15 وعندنا مباراه 22 وان شاء الله مباراه العوده 27. احنا معانا هنلعب الاول في مصر في زامبيا وبعدين ماتش العوده هناك. ان شاء الله عندنا مجموعه مميزه جدا من اللاعبين. وعندنا جهاز فني على اعلى مستوى، اعلى مستوى. مستر ميكالي مدرب مميز، مدرب طبعا واخد الاولمبياد قبل كده مع البرازيل، مع البرازيل، وهو صراحه فكره التدريبي مميز جدا. وعندنا جهاز فني مساعد، وهو جاء معاه الجهاز بتاعه وجهاز طبي على اعلى مستوى. معانا الحقيقه برضه الكابتن بركات، يعني راجل برضه مشرف عام، والحقيقه فكره عالي جدا برضه وبيساعدنا كتير يعني. وعندنا مجموعه كويسه جدا من اللعيبه، واللعيبه دلوقتي كلها معظمها بيلعب دوري عام ومعظمهم اساسيين. يعني احنا شفنا لعيبه كتير في الاهلي وفي الزمالك والبنك الاهلي والمحله، كل اللعيبه بتلعب. وده واحنا الحقيقه الحمد لله عملنا مباراتين رائعين وديتين في منتخب المغرب مع منتخب المغرب بره وكسبناهم. منتخب المغرب بيضم لعيبه محترفه كتير، واولادنا عملوا ماتشين هايلين يعني. كويسين. طب كويس. وباذن الله يعني ان شاء الله عندنا نكسب الماتشين دول عشان نصعد للبطوله افريقيا المؤهله بقى للاولمبياد ان شاء الله.